بركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم راح نجي إلى قطعة الموجودة بالفصل السادس اللي هي الصيرفي. خلينا نجي نسولف على الصيرفي. شنو قصة الصيرفي؟ الصيرفي أكو واحد عمره 20 سنة، 20 years old. إيش فيه هذا؟ يقول I love my job، أحب عملي. يا ليش تحب عملك؟ يقول لأنه interesting، لأنه مثير. طيب شنو اللي يخلي هاي المهنة مثيرة؟ يقول بسبب the variety، بسبب التنوع. أوكي حلو، إذا لماذا هو يحب عمله؟ لأنه متنوع، عمل الصيرفي متنوع، لأن بطبيعة الحال الصيرفي تتعامل مع، يقول أنه يقوم بمختلف الأشياء. أوكي هو شغلته شنو بالضبط؟ يقول الأمر الأكثر أهمية، the most importantly، convince، أن نقنع، people، الناس، يوز، على أن يستعمل البنك. يقول لازم نسوي دعاية حتى نقنع الناس على كيفية استعمال البنك. شلون يقنعون الناس؟ to offer a new service، بتوفير خدمات جديدة. يعني دائما الشركات تتنافس لما يطلعون عروض جديدة إضافة إلى المنتج الأصلي. يعني على سبيل المثال attract student، نجذب الطلاب by offering، بتوفير special student account، حساب خاص للطلاب. أوكي نجي على الأسئلة الوزارية اللي إجت عن هذا الموضوع. أولا هنا يقول bankers، الصيرفيين، convince، يقنعون، people، الناس، to use، على استعمال bank، المصرف، when، عندما، فرات، offer new service، يوفرون خدمات جديدة. What makes، ما الذي يجعل، bankers job interesting، وظيفة الصيرفي مثيرة، اللي هي ال variety. How can، كيف يمكن bankers للصيرفيين attract، أن يجذبوا student، الطلاب. كيف يجذبوا الطلاب؟ by offering، بتوفير special student account، حسابات خاصة للطلاب. How can the banker attract people، كيف الصيرفيين يجذبون الناس؟ هنا يجذبون الطلاب بتوفير خدمات أو توفير حسابات خاصة للطلاب. أما إذا قال كيف يجذبون الناس مو الطلاب، الفرق هي هاي الكلمتين. هنا راح يصير when they offer new service، بتوفير خدمات جديدة. أوكي The main responsibilities، الأشياء الأساسية، decide، هو أن نقرر، whether، فيما، إذا، or not، to give people or business a loan. إحنا وظيفتنا الأساسية هو أن نقرر فيما إذا نعطي الناس أو لا نعطيهم القروض. طيب الناس بما تحتاج القروض؟ الناس تحتاج القروض بمن؟ for special project، لمشاريع خاصة، اشتري له سيارة، يسوي له بيئة، يسوي له معمل، وهكذا وهكذا. We also lend money، ولي احنا ايضا نقرض الاموال المن للناس حتى يبدأون on business، تجارتهم الخاصة. مو بس هاي، مو بس هم يقررون، ويقررون ايضا فيما اذا business is good idea or not. يعني يجيهم واحد وعده يريد ياخذ من عندهم قرض، مو لازم يشوفون انه هاي شغلته صحيحه او مو صحيحه. فاذا كانت مو صحيحه ايش راح يسوون؟ must، يجب، make suggestion، ان يقومون بالاقتراحات، to improve، لتحسين، plans، الخطط. على سبيل المثال انا رحت للمصرف وقلت لهم يا بني اريد مثلا سلفه حتى اشتري تاكسي، راح يقولوا لي انت في منطقه ريفيه التاكسي ما يفيدك، فلازم تشتري مثلا كوستا، على سبيل المثال كيا. هنا يقول
cannot always prove عدم موافقتنا على القروض difficult part of my job. هو أصعب شيء في وظيفتي. الأسئلة اللي إجت: what is difficult؟ ما هو أصعب part of the job في الوظيفة؟ He can't always approve loan. هو عدم موافقتنا على القروض. What do people use loan? بماذا الناس يستعملون القروض؟ For special project. مشاريع خاصة. People need bankers. طيب الناس بمن يحتاجون الصيرفيين؟ يحتاجون الصيرفيين. Who? الناس يحتاجون الصيرفي الذين يستمتعون بمساعدتهم. اوكي. Some bankers بعض الصيرفيين يعملون مع الشركات الكبيرة. بس الشركات الكبيرة؟ لا. وأيضا يعملون مع الشركات أو التجارة الصغيرة. يعني الشركات الكبيرة مثل شركات الاستيراد والتصدير. أما الشركات الصغيرة يعني نقول عندما عمل اللي عنده هاي أو الانديفيجوال الفردية مثل سائق تاكسي، يعني هي يعني مش مشروع كله يديره فقط واحد. أوكي. هنا ايضا البانكرز او البنك مصرف، ايش بيه المصرف؟ يساعد. بمن يساعد؟ يساعد على تحسين وتوسيع التجارة. يعني اذا انا رحت عندي مشروع نجارة وريت اقدم اي قرض، لا راح مثلا يعني يوصلون على توسيع تجارتي. على سبيل المثال يجي واحد عنده معرض مال بيع الاثاث، فهم ما راح يقولوا له انه ما تاخذ الاشياء الا من هذا الشخص، هذا النجار، واحنا ايضا النجار راح يقول له انت ما تاخذ الخشب الا من هذا. فهنا راح تصير حركه بين الناس. فهنا يقول this can be very interesting، وهذا يمكن يكون مثير جدا، exciting و interesting مهم ومثير. As you have to be quite understandable، يجب knowledgeable، يعني يجب أن تكون قادر على المعرفة. طيب شنو هي مواصفات الصيرفي؟ مواصفات الصيرفي، لا مواصفات الصيرفي راح ناخذها في المقطع الوراء. هنا عندنا شغلات مقرش أساسية. يجب عليك أن تكون تفهم المنتجات، ويجب أن تلتقي وتتوسع بمختلف الناس. أوكي. يعني لا ما تقتصر على شخص واحد. وأيضا أن تكون أيضا satisfying. يجب أن تكون قادر على الإقناع. To be able، ليكون تكون قادر على المساعدة في حل المشاكل. هنا أنا يقول some. انتبهوا على ذن السؤالين اللي اجن، اعتقد جابوا وزاري وجابون هواي اساتذة. هنا تشبه شوي على الطلاب. الصيرفي، ايش بيه الصيرفي؟ الصيرفيين يعملون مع الشركات الكبيرة او فراغ او الشركات الصغيرة والفردية. بينما هنا الصيرفيين يعملون مع الشركات الكبيرة كان لكي. إذا هنا عندنا أور وهنا عندنا كان. إذا قال لكم أور معناها عدد. ليش الشركات الكبيرة فقط؟ لا، هنا راح يقولون الشركات الكبيرة والصغيرة والفردية. أما إذا قال لكي تساعدها، على من تساعدها؟ على التحسن والتوسع في تجارتها. نجي هنا، عندنا requires. بانكر ريكواير، ماذا يتطلب الصيرفي؟ انت اذا تريد تصير صيرفي لازم عندك مهارات. شنو هاي المهارات؟ اول شيء ان تكون جيدا في الرياضيات، على عيني وعلى راسي، good at maths. بعدين ان تكون قادرا على قراءة وفهم الرسوم البيانية والبطاقات. إذا المقطع المهارة الأولى أن تكون جيد في الرياضيات. ثانيا أن تكون لديك القدرة على قراءة وفهم الرسوم البيانية والبطاقات. ثالثا
العمل مع الخبراء، أن تكون قادر على العمل، القدرة على العمل، able to work with other experts، أن تكون قادرة على العمل مع الخبراء. وهاي أعتقد إحنا قلة ما نستعمل هاي الشيء، دائما الإنسان بدنا جماعتنا يصرفون من عندهم. ويمكن إعطاء important information، أوكي، وأن تكون جيد بالتواصل، يعني يجب أن تكون مبتسم. يعني من يجيك واحد مبتسم له وتضحك وياه وتلبي له كل طلباته. إذا هذني المواصفات الثلاثة يجب على الطالب العزيز أن يحفظها: جيد في الرياضيات، القدرة على قراءة الرسوم البيانية والبطاقات، هنا القدرة على أربعة، القدرة على العمل مع الخبراء، ومتواصل جيد. إذا عندنا أربعة. نجي هنا، الصيرفي يحتاج أن يكون جيدا في الهندسة، أرشيتكت. غلط، شو العلاقة الأرشيتكت؟ طيب، من مهارات الصيرفي سكيلز، بانكرز سكيلز، تو بي جود ان ماجيت، في الرياضيات ترو. ما هي مهارات الصيرفي؟ جود ان ماجيت، جيد في الرياضيات، هاي سولفنا عليها قبل شويه. اذا نتكلم عن بانكرز سكيل، اذا هي هاي الاشياء المهمه في قطعه الصيرفي. ان شاء الله طلابنا الاعزاء، اذا عجبكم الدرس يا ريت توصلوا جماعتكم، وشكرا جزيلا.